طبعا بيجي سؤال انه حجم الصندوق اليوم 150 مليار تريليون 500 مليار وفي 2030 4 تريليون ريال، كيف بتجيبون هالكاش وكيف تبون تنفقونه؟ عملنا على سياسه في صندوق استثمارات العامه انه يجب ان لا نحتفظ بالاصول، اي اصل نضج المفروض نتخلص منه، اذا كان الاصل هذا في سوق الاسهم المفروض نخفض نسبتنا ونبقى بنسبه تعطينا سيطره وضمان انه هالشركه تستمر في النمو. اعطيني امثله او اشياء اذا ما اقدر اعطيك امثله تاثر على السوق السعودي بشكل او اخر. فما يعني هل المساله يعني قد تكون في اجراءات قانونيه مخالفه للنظام لو وضحت شيء معين. لا تستمر اي شركه قائمه صندوق الاستثمارات العامه يوم واحد الا وتطرح مثل علم او غيرها من الشركات، في طروحات بتكون في السنه هذه وفي كل السنوات القادمه. اي شركه جديده ننشئها من بعد ما تحقق ربحيه لا تستمر اكثر من 5 سنوات الا وهي مطروحه في السوق، مثل نيوم او البحر الاحمر او القديه او السوده او غيرها من المشاريع. فكل سنه وي جنريت ماني كاش من التخارج، وناخذ هالكاش ونعيد ضخه في استثمار جديده داخل الاقتصاد السعودي. هذه اللي جابت 90 مليار السنه اللي راحت، هذه اللي بتجيب 160 مليار السنه هذه، وهذه اللي بتساعدنا تكون بشكل تصاعدي حتى نصل ل 400 مليار في 2030. وفي 2030 سوف يكون قائد الانفاق الرأسمالي في المملكة العربية السعودية ليس ميزانية الدولة بل صندوق الاستثمارات العامة. واقعيا السنة هذه صندوق الاستثمارات العامة هو قائد الانفاق الرأسمالي داخل المملكة العربية السعودية.